ما زلنا في الحوار عن الإنجازات، ومن الإنجاز في مجال البحوث إلى إنجاز عالمي جديد في مجال الرياضة، رياضة الدراجات المائية، وهو إنجاز يحسب لدولة الكويت بعد تسجيل البطل العالمي محمد إبراهيم بربيع في موسوعة جينيس للأرقام القياسية بتحطيمه الرقم القياسي بحصوله على 21 ميدالية ذهبية عالمية خلال 11 عام. نقول لا إله إلا الله ونطق على الخشب ونطق على كل شيء، ونقول لمشاهدينا هو لا شك أن إنجاز يشكل مصدر فخر وسعادة للكويت، للشعب الكويتي، للإعلام، ولكل شخص يمت إلى أي نوع من أنواع الإبداع بصلة. لذلك يسعدنا اليوم أن يكون معنا البطل محمد إبراهيم بربيع عشان يكلمنا بنفسه عن فرحة هذا الإنجاز، لكن متى؟ بعد هذا التقرير. خلكم معنا. نصبح بالخير على ضيفنا ونقول لك صباح الخير وحياك الله في صباح الخير يا كويت. صبحك الله بنور، ونصبح على اخواني طبعا المستمعين والمشاهدين، ومشكورين على المقدمه الجميله، وان شاء الله نكون طبعا نوصل معلومه حلوه بخصوص دخولنا في موسوعه جينيس ارقام قياسيه باذن الله. وانا احد المحظوظين منيا. نعم. يمكن كل انجاز يقوم فيه اخوي محمد بربيع اكون اول شخص يقابله على هذا الانجاز بجانب زملائي وغيره. نعم. فعلى مدى 11 عام صح تقريبا. يعني لا إله إلا الله، هالإنجازات هذه كلها أنا فخور جدا أني أوقف قدامك وأقعد قدامك، لأن أنت أحد يعني شباب الكويت اللي نقول عنهم مفخرة لهذا الوطن. الله يسلمك ويعطيك العافية، ولنا الشرف الأمانة إحنا نمثل ديرتنا، وتشرف أني أكون يوم بعد يوم معاكم فيها المقابلات والاستضافات. الأمانة الواحد يبرز إنجازه حق ديرته ويبرز ما قدمه من نقول إحنا نفس ما تقول رفع اسم ديرته في المحافل الدولية الخارجية. بالعكس هذا شيء للأمانة يشرفنا جميعا، وبالأخص رياضيين كويتيين وكذلك رياضة الدراجات المائية. طبعا دخول لموسوعة جينيس ما هي من وقت فراغ، هي من جهد وتعب ممتدة وياي طبعا ما يقارب 11 عام صحيح. من 2007 لغاية 2017 ما كنت يوم من الأيام أنا ب 2006 قبل أدش هالمجال أني راح أكون بطل عالم بنفس الوقت بدش موسوعة جينيس، ولكن الحمد لله يوم بعد يوم الناس اللي كانوا بجانبي اللي هم الداعم الإيجابي لي في هذا المجال اللي هو أهلي، أعضاء منتخب الكويت الدراجات المائية، وجهود وتعاون الأمانة الجهات الخاصة الحكومية والخاصة كذلك المعنية في هذه الرياضة، هو اللي أعطاني دافع كبير أن أكمل في هذا المجال واستمر وأعطي في رياضة الدراجات المائية. جميل، لكن حابين نعرف تفاصيل أكثر عن إنجازات والميداليات اللي وصلتك إلى هذا الإنجاز اللي حصلت فيه على هذه البطولة. طبعا خلال مشاركاتي ال 11 سنة عندي ما يقارب 142 كاس، أو إحنا نقول إنجاز من أول للثالث، ولكن دخولي موسوعة جينيس بالأخص هي حصولي على الميدالية رقم 21 ذهبية عالمية، يعني 21 مرة بطل عالم. ما شاء الله. بطولة العالم طبعا أنا شارك تحت منظمة أو اتحاد دولي معترف فيه، والأول أو إحنا نقول الأقدم في رياضة الدراجات المائية هو اتحاد الـ IGSBA، عمره الآن 37 سنة، من 1980 هذا الاتحاد موجود، والبطولة دائما تقام في ولاية التحدي الأمريكية بحيرة هيفسو. نعم. السباق يكون دائما شهر 10، فأنا بلشت أول مرة أشارك في بطولة عالم كانت 2007، فلا الحمد من 2007 لغاية 2017 كانت مشاركاتي في بطولة العالم، وعلى أساس أن عندي 21 ميدالية ذهبية عالمية هذا دخلتني موسوعة جينيس. الأمانة كان في شخص طبعا مسجل قبلي، أسمع ذاك اليوم الممثل اللي حضر عندنا الكويت أنه في شخص مسجل 15 ميدالية ذهبية. نعم. على النية والله ما كنت لو أدري أنه كان سجلت بمدالتي 16 أو مدالتي 17 أو غيره، فالحمد لله زدتهم عشان ممكن يكون الفارغ كبير أو القاب يكون عود، فدشيت في الميدالية رقم 21 ذهبية عالمية في فئة الجالس. الأمانة هذا شيء يعني لا يوصف، شعور جدا كان حلو بالنسبة لي، وخاصة حضور الشخصيات والقيادات اللي هم أصحاب تخصص في مجال الرياضة اللي أنا فيها، كالجهات هي وزارة الدولة شؤون الشباب، الهيئة العامة للرياضة، النادي البحري الرياضي الكويتي، هم طبعا الجهات هذه المعنية في رياضة الدراجات المائية، وخاصة النادي البحري هو المحتضن الرياضات البحرية بالكويت عندنا، وأنا أحد لاعبي منتخب الكويت الوطني. فالأمانة جدا تشرفت في وجودهم ودعمهم لي في خلال مسيرتي الرياضية هذه. فجت موسوعة جينيس وصلت الكويت الحمد لله، كاهي عندنا وجودها قاعدين نشوفها على الهواء. ألف مبروك من هالألف. الله يبارك فيك طول عمرك إن شاء الله. محمد، يعني أكيد من خلال هذه البطولات ومن خلال هذه المشاركات وغيرها من هذه الأمور، أكيد أن في بطولات معينة تمثل لك أهمية خاصة لها قرب من محمد، تنقل نقلات من إلى
شو البطولة يعني البطولات اللي تطري عليك؟ شوف هي بطولات كثيرة الأمانة، يعني عندي إنجازات في آخر بطولتين بالعالم كانت أفضل إنجاز لي بالنسبة لدولة الكويت، هو أفضل أو أول كويتي يحصل على نوع من هذا الإنجاز في أعلى مستوى في رياضة الدراجات. يعني إحنا بنقول من شنو أعلى مستوى، عندنا فئات الجتكي في الستوك وفي المعدل على قولتهم في الملقوم شوي بالعامية نتكلم، يعطيهم العافيه جراج برو رايدر الله يعافيك طول العمر. فدشيت اكبر فيها واصعب فيها، تعتبر فئه المصانع هذه، والحمد لله كانت بامكانيه يعني جهود كويتيه الامانه من الى صحيح، الجهاز الفني، الجهاز الاداري، المتسابق كله كويتي الحمد لله. يعني هذا الانجاز اللي هو تركنا فيه بصمه في اعلى مستوى في رياضه الدراجات المائيه هي فئه البرو اوبن، ونفس الشيء فئه الجي بي. وانت بروز يعني ما شاء الله برو رايدرز لا الله عليك طول عمرك. فالحمد لله انتقلت من مرحلة الهواة إلى الاحتراف، يعني هذا الواحد إذا بيصعد لازم دريه هي ستيب باي ستيب صحيح. فدائما الواحد يحط هدف بباله وراح يوصل له. أنا أقول شيء اللي ما يعني ما راح يصير هذا الله ما كتبه لك بالتأكيد. فالحمد لله دشيت هذه الفئة وقدرت أحصد عليها من 2015 وإن شاء الله مستمرين. وكذلك عندي يعني ماخذها أنا أوردي بالإمارات وتايلند، حاصل على أعلى إنجاز كذلك عربي وكويتي صحيح، ولكن هذه وايد عزيزة علي لأن جابت لي الميدالية رقم 21 هي الأخيرة. يعني جعلك التهنى مثل ما يقولون ومنها دائما إلى الأعلى. وياكم إن شاء الله طول العمر. كلمتنا عن شعورك الخاص فرحتك الخاصة، خلنا نتكلم عن فرحتك ككويتي لما نشوف علم الكويت ارتفع في محافل دولية وخاصة في إنجازات يعني خلينا نقول على بطولات على مستوى الذهبية. يعني لما نحن نضايق إذا رحنا بطولة ساعات نخسر، هو هذه الرياضة فوز وخسارة أكيد، بس لما تتعب وتجتهد برياضتك وتقصر على يعني الأمور الاجتماعية نقول إحنا الثانية والأمور سرية، فأنت رايح تمثل ديتك فودك إنه دائما تحرص إنه تكون فيه على البوديوم على منصة التتويج. فالأمانة إحنا دائما كمنتخب الكويت درجات المائية نشارك أكثر من فئة، لأن هذه الرياضة يعني تواردنا أعطال فنية ميكانيكية يمكن ما تحالفنا إن إحنا توصلنا للمنصة، ولكن ندش إحنا شو نسوي، ندش أكثر من فئة. بالعكس الواحد يجتهد يطور من نفسه يرفع اسم ديرته، مو شرط اليوم محمد وربيع ما فاز خلاص راح تلعب، لا في متسابقين ثانيين بالعكس قاعد يجتهدون يفوزون. فحرصي أنا كلاعب قديم في هذه الرياضة أن دائما حرص أني أشارك في أعلى مستوى في الدرجات المائية، لطعمها غير فيها لذة الفوز، فدائما نحرص أن احنا نشارك في بطولات معترف فيها وعلى قولتهم دولية عالمية ونحط اسم الكويت دائما في هذه المنصات. ممتاز، والموضوع ما يوقف هني وبس، محمد بربيع دائما يعني يدعم الناس اللي تحته، يطبق سياسة إن غاب عنكم جيل يولد وثانا. نعم. يعني أنت مو بس أنت قاعد تميز في هذا المجال، قاعد تبنى أيضا الشباب، ويمكن أكثر من مرة قمنا بلقاء معاكم وعندكم وفي مقركم، وتبنى حتى الشباب الصغار اللي بالثانوية اللي عندهم بادرة الإبداع لهذه الهواية. كلمنا عن هذا الموضوع محمد. شوف دائما أقولها ما تأخذ جيلك وجيل غيرك، خلاص لك يعني وقت راح يجي أفضل منك والأحسن منك وراح يمثل نفس ما اللي أنت سويته ممكن يمثل أفضل بعد. صحيح. فدائما أنا حرص أي شخص وده يدش بهالمجال أو بهالرياضة رياضة درجات مائية أقعد وياه وأبلغه إن هذه الرياضة طبعا تحتاج أول شيء إن تطلب منك لياقة بدنية، تحتاج إنك شوي مادة تدفع فيها، أثنين فيها سفر، فيها تعب، فيها أمور تقصير عن بقية. ليش؟ لأن أنت راح تسابق والسباق هذا راح تمثل في ديرتك، فلازم تمثله بشكل جيد إيجابي، ترفع اسم الكويت، تجتهد أكثر. ما أروح هناك والله أروح عبونا سباق أستانس ولا أدري عن السباق مجرد سفرة وارجع الكويت، لا بالعكس أحرص عليهم دائما إن شون يمثل ديرته، شون يحط الكويت بعينه، شون نقدر يطور من نفسه، حتى أولياء أمورهم يوني محمد شون طريقة التمرين أو شون نقدر ندخله. بالعكس في نادي متواجد عندنا نادي البحر الرياضي الكويتي يقدر يحتضن معنا هذه طبعا اللعبة، واحنا ان شاء الله مقدمين على ان نسوي اكاديميه نعلم فيها طبعا المتسابقين اللي يده، نحاول نطورهم من هواة الى متسابقين فعليين محترفين باذن الله. ممتاز، خلينا نقول شنو الصعوبات او التحديات اللي ممكن واجهتك في هذا المشوار؟ والله هي التحديات وصعوبات كثيره أكيد. يعني اللي تحوشنا هي اعطال اكثر شيء، انا اتكلم كسباق، ولكن قبل ما هو سباق هو طريقه نقل الدراجه من الى الجتكي نتكلم، يعني اذا عندي بطوله عالم احنا نحرص ان نوديها قبلها بفتره، فيوم من الايام على اساس بندزهم بحر تاخرت الباخره اسبوعين، رديناها الكويت يعني كانت مثلا مكان معين في جبل علي، فردينا الباخره الكويت واضطرينا ندفع رسوم نطيرهم طياره،
ففي تصير يعني هي أعطال بسيطة مو بيدنا ساعات تكون ظروف فتحوشنا بالعكس ظروف جدا نقدر نتغلب عليها الحمد لله يعني ماكو شيء وقفنا اللي منعنا عن المشاركة مجرد هي ظروف فترة وتعدي وبعدها الحمد لله تلقين في إنجاز ينسيك اللي صار كل هذا وانتو دائما قدها وقدود ولأنكم انتو دائما قدها أكيد يعني محمد عندكم متطلبات ودائما عندكم حقوق وإحنا نقول الحقوق تنتزع ولا تأخذ خلنا نتكلم شوي عن الاهتمام خلنا نحط إيدنا على الجرح إن كان هناك جرح الاهتمام برياضة الدراجات المائية بالكويت قمنا نشوف أكثر من فريق قمنا نشوف هناك تنافس على المستوى الشريف لكن بنفس الوقت من وجهة نظر الخاصة أتصور أن رياضة الدراجات المائية ممكن تحتاج دعم أزود لأن أنا قاعد أشوف محمد بربيع شلون قاعد يقط ساعات من جيبه مبالغ مهولة شوف هي رياضة طول ما هي تحت رياضة محركات فهي رياضة مكلفة صحيح. هذا ما نختلف فيه الحقوق مبلغ طول ما أنت لاعب منتخب فمجبور طبعا نادي البحري الرياضي الكويتي أنه يهتم فيك الهيئة العامة للرياضة طول أنت قاعد تشارك تحت مظلة جهة حكومية معنية صحيح. فهناك طبعا أكيد جانب اهتمام ومراعاة من قبل الجهات المعنية أما بالنسبة حق الشركات الخاصة كل واحد يجتهد طبعا حسب إنجازه وحسب مسيرته الرياضية فبالعكس قدمت على أكثر من شركة وفي شركات بالعكس هم يوني وتبنوني في موضوع الرياضة هذه فكان دعم مساند لي في مجال الدراجات المائية والجيتسكي وايد ناس يشوفون ان هذه الرياضه ممكن تكون ترفيهيه اكثر من ما هي رياضه احترافيه فانت شلون تقيسها؟ والله شوف ما بقص عليك يعني احنا ما شاء الله ديره صيف الكويت ايش عندنا؟ ماكو بيت واحد ولد عمه ولو تخالته ما عنده جتسكي صح عشان كذي يقول لك صح فعلا فعلا فاحنا دائما نحرص ان نوصل لهم صوره ان ترى مو بس ان الجتسكي حق وناسه ولا نروح صوب الواجهه ونأدي خلق الله ونقرب عند اليال اللي يسبحون واللي طالعين فدائما نقول لهم ان في سباقات في امور تبي تستانس بالعكس تعال مو بشرط بس سباقات برا الكويت في عندنا سباقات قاعد تصير بالكويت اكو فتره طافت وقفنا ان شاء الله الحين رادين بنعمل سباقات ان شاء الله بديرتنا بالعكس نودنا احنا يجون هذول عندنا الاشخاص او الهواة اللي هم قاعد يستانسون بالبحر يجون يشوفون يجربون نوع من انواع السباقات يمكن اتوقع انه راح يعجبهم وراح يخوضون بهالمجال وصلوا لهم هذه الفكره يمكن ما يدرون لا في معلومه والله يعني في رساله كبيره وصلت لهم خلال الفترات اللي طافت كافي ان نشوف احنا مع تواصل اللي هو السوشيال ميديا والاعلام قام دور كبير خاصه بالامور اللي يعني أصحاب الإنجازات وأصحاب الأمانة اللي قاعد يمثلون الكويت برا سواء داخل برا نفس الشيء فالجانب هذا وايد وصلت لهم رسالة كبيرة وبالعكس مؤثرة لهم وخاصة دليل على ذلك إن في وايد ناس قاعد يجوننا وقاعد يسألون والأمانة أنتوا يعني تستاهلون كل خير وأنتوا خير من يمثل هذا البلد وهذا الوطن وخير من ينجز وهذه مو أنا أقولها هذا الشعب الكويتي كله يقوله لك يا محمد بربيع أخيرا يعني أنا شوف أنا دائما ما أحب أختم اللقاءات الجميلة لكن أخيرا هناك كلمة أكيد أو حكاية قلبك شاغبك عليها حاب أنك تهدي هذا الإنجاز لشخص معين حاب أنك تهدي هذا الإنجاز لفئة معينة حيون حاب تهدي هذا الإنجاز طبعا حاب نهدي هذا الإنجاز إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد شيخ صلاح أحمد جابر الصباح وإلى ولي عهد الأمين شيخ نواف أحمد جابر الصباح ولا الشعب الكويتي كافة وبالأخص أحب أوجه رسالة شكر لأمانة وهداء إلى الوالد والوالدة لهم دور الله يطول عمرك ويحفظ لك والديك فهم لهم دور كبير في هذه الرياضة مسيرتي هذه نفس الشيء حق أخوي عبد الله وعبد الوهاب ويوسف اللي لو أنا قاموا وياي وجميع أعضاء منتخب الكويت الدراجات المائية اللي هم فضل علي بعد الله سبحانه وتعالى في هذه الرياضة وأحب أشكر كل من دعمني من الجهات الحكومية كذلك الجهات الخاصة واتمنى ان الله يقدرني ان شاء الله في الايام القادمه اني ارفع اسم ديرتي واتم على هذا المستوى واحسن ان شاء الله ان شاء الله واحنا بدورنا نشكرك ونتمنى لك المزيد من الانجازات شكرا لبطل رياضه الدراجات المائيه محمد ابراهيم بربيع والحين من بعد هذا الانجاز الجميل خلونا ننتقل الى الزميل نجيب القحطاني المتواجد اليوم بطريق مينا عبد الله بس مو رايح يركب جيت سكي رايح يغطي لنا شيء معين نقول لك صبحك بالخير يا ابو نواف وهات ما عندك مثل ما تقول اختنا غاده